مرحبا، ان شاء الله تكونوا تمام. فيديو اليوم حابه انكم تشاركوني ارائكم فيه. راح اعرض عليكم صوره، هذه الصوره التقطت في شهر رمضان، بس حابه انكم تركزوا عليها كويس وتدققوا وتقولوا لي ايش اللي لاحظتوه فيها، وهل الاسباب اللي راح اذكرها هل هي موجوده فعلا ولا انه انا من خوفي قمت فسرت الموضوع بهذا الشكل. الحكايه كلها انه اخواتي في رمضان بيحبوا يصوروا سفره الاكل، يعني هم يجهزوا السفره وهم يرتبوها، بيحبوا يصوروا السفره. المهم هم بيصوروا الصور بيخلوها في المعرض وبيروحوا، يعني بيخلوها في معرض الصور وخلص، ما بيرجعوا يطلعوا على الصور. المهم شهر رمضان كامل، في العيد كنا معزومين عند بيت عم الله يذكرهم بالخير، فقامت اختي بعد الغداء راح تشوف الصور، واذا بها تشوف هذه الصوره. من درجه خوفها من الصوره وخوفها من الشيء اللي شافته دمعت عيونها، فقالت لي انا تعالي شوفي ايش في الصوره. انا اول ما شفت الصوره قلت لا تستهبلي معي، هذه الصوره فوتوشوب. قامت قالت لي انا ما سويت فوتوشوب، وهذا الصوره الاول مره انا اشوفها الان، هذه هي الصوره، انتوا وتعليقكم. انا هذاك الوقت قد ما خفت ايش افسرها هذه الصوره، راح تفكيري لبعيد، فقلت لا في رمضان مربطين يعني ما لهم وجود. لو جينا نحلل الصوره من الناحيه التقنيه للكاميرات بشكل عام، راح اقول عليها طيف، بس الطيف راح يكون شويه مموه، يعني صحيح الصوره مموهه، الفوكس مش مضبوط صح. لو قلت مثلا هذا الاقتراح، راح ركزوا كمان معايا مره ثانيه، راح تلاحظوا انه في فرق بين الايدين، يعني في ايد لساتها ايد طفله وفي ايد يعني كبيره في العمر، وكمان الايد مبتوره. يعني لو جيتوا تلاحظوا انه لو قلنا عليها طيف، فالطيف راح يجي وراح تحسوا كده انه مموه، راح تحسوا انه في خيال موجود، بس انا ما حسيت انه في خيال، حسيت انه ايد نفسها، يعني ايد لونها غامق، اللون تبعها يعني غامق كثير، كانه ايد مطروحه وايد مبعوده منها، ايد يعني انبعدت. كمان الايد مبتوره بشكل حرفي، لو جينا نشوف الايد كانه بصراحه يعني كانه فوتوشوب، بس هي للامانه مو فوتوشوب. فلما رويناها مرت عمه، فقالت انه هذه الصوره يمكن يكونوا من الناس هذولاك بس الصالحين، يعني اللي جايين يفطروا معانا، او اللي كمان يمكن يكون خلل في كاميرا الجوال. منتظره تحليلاتكم في الكومنتات، او قولوا لي اذا هو الطيف مثل ما فسرت او شيء ثاني. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، اشوفكم في فيديو جديد، باي.